في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مهندسي الجهات الحكومية والهيئات، زار قطاع هندسة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع موقع جامعة الكويت الإشدادية. الهدف من زيارتنا هذه، احنا طبعا عرفنا عن المشروع القائم الكبير الجبار مال جامعة الكويت. نشكر جامعة الكويت انها تركت لنا هذه الفرصة ان احنا نزورهم، نطلع على الجامعة وعلى مشروعها. طبعا تعرفين ان هذه من المشاريع المهمة التنموية الموجودة في دولة الكويت. الزيارة شملت عرض مرئي لمكونات المشروع ونسب الإنجاز، بجانب جولة ميدانية على مباني بعض الكليات المتوقع تشغيلها في سبتمبر المقبل وعددها 6 كليات. المشروع إن شاء الله في خطة أنه يتم تشغيله، تشغيل جزئي، بمعنى أن 6 كليات راح تشتغل عندنا، اللي هي الهندسة والعلوم والعلوم الحياتية والعلوم الإدارية والآداب والتربية، على أنه يتم إن شاء الله السنة اللي بعدها بشهر 9 تشغيل الحرم الرئيسي بالكامل إن شاء الله. إن هذه أول مرة في تاريخ الكويت أو تاريخ جامعة الكويت راح يصير عندها حرم في جميع الأنشطة الرياضية والثقافية حق الطلبة. راح يكون عندهم أيضا الأماكن الترفيهية من مطاعم ومقاهي، فبالنهاية راح نوفر حق الطالب حياة جامعية متكاملة. مدينة صباح السالم الجامعية ستشكل نقلة نوعية للحياة الطلابية من خلال حرم جامعي متكامل مؤثث بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التعليم، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.